على طول هنبدأ مع بعض حلقة جديدة واللجنة. اللجنة زي ما انتوا عارفين بيكون امتحان، لجنة مغلقة مع بطل أو بطلة دايما متميزين، بنمتحنهم امتحان مفاجئ وبنشوف هيجاوبوا ولا مش هيجاوبوا. امتحاننا النهاردة بطلته بيقولوا عليها 7 صنايع، لكن البخت مش ضايع، بدليل انها محبوبة من الناس كلها سواء في التمثيل او حتى الغناء او تقديم البرامج او حتى ممكن نقول في التقليد. ميس حمدان، كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة حبيبتي، والأمة الإسلامية كلها بخير، ويعم علينا الطمأنينة والسكينة دائما وابدا كده ان شاء الله. فاكرة ايام الامتحانات واحساسك بيبقى عامل ايه وانتي داخلة لجنة الامتحان ولا لا؟ دايما احساس توتر واحساس خوف، وانا كنت شاطرة جدا في المدرسة، ف قوي 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 جدا. انا عايزه اقول لك، وانا في الابتدائيه كنت طلعت تقريبا 4 الجمهوريه، والثانويه العامه جبت حوالي 93%، بس اللي وقعني الفيزيكس هو اللي وقعني جامد. يعني انا كنت المفروض ابقى دكتوره يعني، والجو ده علمي وشامله كمان. لا كنت حوت ما بهزرش، وكانوا عينه بيغيروا مني العيال جدا، لان كنت مثلا في اول ما بديت ادخل في الثانويه يعني كنت بقى بشتغل وبعمل اعلانات ومشهوره واغيب كتير، ما اروحش المدرسه كتير، فالعيال كانوا بيتغاظوا مني جدا، لانهم بيقولوا ازاي بقى فنانه ومشهوره ومعروفه وفي نفس الوقت بتنجح وبتجيب درجات عاليه، فاهمه؟ طب قولي لي، كنت بتغششي حد؟ يعني حد قال لك مثلا غششيني، كنت مجهودك ممكن تديه لحد ولا لا؟ لا وكنت بغش كمان يعني، بص عشان ابقى صريحه معاكي يعني، شاطره ودحاحه وكل حاجه، بس كنت بغش، بغش وبتغشش يعني الاثنين، ادي الناس واحب اخد ودي. هنروح لفاصل وهنرجع نبدا مع بعض لجنتنا وامتحاننا لميسة حمدان. رجعنا وهنبدا مع بعض لجنتنا وامتحاننا النهارده مع ميسة حمدان. جاهزه؟ جاهزه. اختاري الاجابه الصحيحه من بين الاقواس. لو طلب منك اختيار لقب واحد لميسة حمدان، تختاري مغنية، مذيعة، ممثلة؟ ممثلة شاملة يعني. يعني طبعا انت لو كنتي قلتي شاملة ما كنتش هقولك لا، بس انت حطتيني في كورنر من اختياراتك السخيفة دي. الزواج بالنسبة لميسة حمدان تجربة غير مأمونة العواقب، مرفوعة تماما من حساباتي، مش لاقي حد يصلح للقب شريك للحياة. هو مش المخزي يا استاذة، يعني لو سمحتي يعني الاوبشن الاولاني كان ايه حضرتك؟ تجربة غير مأمونة العواقب. طبعا هي دي تجربة، هي دي رغم ان انا ما عشتهاش، بس هي دي تجربة طبعا غير مأمونة العواقب. يليها اللي هو الاخرانية، ان هو طبعا ما فيش الانسان، انا دماغي جزمة قديمة، ولازم عشان اتجوز لازم احب اتليست في هذه اللحظة وفي هذه السنين، ما تعرفيش بقى بعد كده اخش في مرحلة العنوسة فعلا، واضطر ان انا بقى ايه، اجي على نفسي واقول يلا معلش خدي اللي يحب. ممكن تعملي كده؟ ممكن. هتحك عليكي. هنروح لبما تفسر. حذفك للتهنئة اللي كتبتيها للهضبة عمرو دياب على انستجرام بمناسبة طرح الألبوم الأخير، ليه مسحتيه؟ لا مش أنا اللي مسحتها، هو مش بمعنى كده عشان تتفهم صح، أنا بيكون معايا طبعا أسيستنت أدمنز، هم اللي بيبقوا ماسكين ماسكين البيج بتاعتي. ففي مرات انا حاجات بحسها مش يعني، البيج بتاعتي مش مكان ان انا اقعد اتكلم فيها عن البوم بتاع اي فنان تاني، ده كان لا اكتر ولا اقل. عدم تكرار تعاونك مع احمد حلمي بعد فيلم ظرف طارق. يا ريت ده يبقى يوم المنى يا اختي. ضع علامه صح او خطا امام العبارات التاليه: رامي عياش السبب الرئيسي في موافقتي في بطوله المسلسل اللبناني امير الليل. غلط. ندمت على الاشتراك في برنامج شكلك مش غريب. لا ما ندمتش، هي كانت تجربة رائعة من كل الأبواب، هي الكواليس بتاعتها كانت دمها تقيل شوية. هنروح للسؤال اللي بعده: اعتذرت عن بطولة مسلسل الخروج بناء على نصيحة رشا مهدي. لا والله هم اللي كرشوني عشان ما اكذبش. او كتاب بالله اقول لك الحقيقة المرة، هم اللي كرشوني وبمزاجهم. تصدقي بص طبعا هم ناس محترمة وجميلة وكل حاجة، بس هي بتبقى مرات عارفة على آخر لحظات اختيار الفنانين في المسلسل بيجي بيفضلوا ممثل عن ممثل،
او بيستسهلوا انه شايفين ان الممثل ده شافوه في الدور ده قبل كده فعارفين انه هو هيقدمه يمكن احسن كده. لكن هو ده اللي حصل. رشا حبيبتي وجميله, بس يا رشا ولا اتكلم, مش شفتهاش بقالي كتير قوي, ما اعرفش هي كانت في الدور ده قبل كده, ما عنديش فكره بصراحه. خلينا نروح لجأت اكتر من مره لجراحات التجميل. لا انا ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي. انا عملت سناني, سناني عملتها, وقبل كده عملت الابر ليب كده, كنت زي نفختها شويه وعملت شفايف يعني. اه اللي هي بالظبط شفايف, عملت الشفايف مره ودي بتبقى تكمله للسنين اصلا. برافو عليكي, حلو, عجبني برضو. عجبني التبرير الجميل ده, ما كنتش بفكر فيه قبل كده. ما كنتش بفكر, كان لازم اجيبها من ناحيه طبيه اكتر, فاهمه ازاي؟ اه كان لازم اجيبها من ناحيه طبيه. وما عنديش طبعا اي رفض. كل واحده يا ستي حره, كله يكشي يقول لها في نفسه. كل واحد حر, اللي عايزه تنفخ اللي عايزه تعمل مناخيرها تعمل, عايزه خلاص. اصل بقول لك يعني اعتقد ان احنا خلاص, زمان كنا بنتكسف نقول احنا عاملين ايه ومش عاملين ايه, دلوقتي ده البنات بتتباهى بهي عامله ايه. ده انا عايزه اقول لك, واحده صاحبتي شكلي يمكن لو تخنت شويه عماله باكل زي البهيمه اليومين دول, مش عارفه اعمل ايه. عاملين حاجه عايزه اعملها فعلا لو تخنت, اسمها كشكشه المعده, سمعتي عنها قبل كده؟ كشكشه اه. وعايزه اقول لك بقى فنانات كبار عاملينها, وانا بقول خسوا مش للتخان قوي. بتتعمل الناس اوزانها متوسطه. كان الاول بيعملوا الجاستريك باي باس اللي هي قطع او حاجات تغيير مسار المعده او ما اعرفش ايه, ده بقى حاجه جديده كذا ممثله اعرفهم عاملينها, اللي هم مزنوهم ما كانش تخين قوي. اعتقد زي الايه, زي بياخدوها غرزه يعني. ايوه والله العظيم بياخدوا المعده غرزتين, غرزه من هنا وغرزه من هنا, فمعدتك بتصغر وفي نفس الوقت بتتعمل الاوزان اللي هي مش تخينه قوي. ايه رايك في الامتحان؟ لا ده امتحان حلو قوي. ما كنتيش متضايقه من اي سؤال؟ لا اتضايق من ايه, مش حاجه تضايقني. ما يا جماعه ما عندهاش مشكله في اي حاجه, بتدب على طول. بصي انا للاسف بحاول نفسي في حته ان انا بدب, بس خلاص بقى الناس اللي عارفوني وعرفوا ان انا دبابه فما يسالونيش على حاجه. ما يسالونيش على حاجه, يتلاشوا او يبعدوا بموضوع ان هم يسالوني على حاجه. انا بشكرك لوجودك معايا النهارده على راديو 90 90, وكل سنه وانت طيب. وانت طيبه حبيبتي, والامه الاسلاميه كلها بخير, ويعم علينا الطمانينه والسكينه دائما وابدا كده ان شاء الله. بكده خلصت حلقتنا النهارده واللجنه. بكره بقى ان شاء الله على خير هيكون معانا ضيف جديد وحلقه جديده واللجنه. كنت معاكم غدير حسين.